شيء لا يمكن للإنسان أن يحصل على الكثير منه. ممكن الذهب. الذهب. شيء فرضه عليك عصر كورونا. كمامة. نفسك. من الحركات في اللغة العربية. الكسرة. مادة تستخدم لقلي الطعام. الزيت. غيره. الدهن. من بحيرات العراق. الحبانية. غيره. الثرثار. شكراً. خمس أسئلة نفسها سألناك إياها سألناها للوالد. لا. جاوب أخذ 102 نقطة. أنت مطلوب منك 98 نقطة وإن شاء الله نتمنى أن تصل إلى هذه النقاط. السؤال الأول كان شيء لا يمكن للإنسان أن يحصل على الكثير منه. قلت؟ الذهب. الذهب؟ نعم الذهب. ها؟ الذهب نعم. ذهب. والذهب 15 نقطة. جيد. السؤال الثاني كان شيء فرضه عليك عصر كورونا. الكمامة. لبس الكمامة. العزلة. وقلت الكمامة. لبس الكمامة. كمامة ضعيفة. واجب لازم بس. 19 نقطة. بس يعني عدم المصافحة، التجمع، الخروج، السفر، هواي اكو اشياء يعني فرضتها علي العزلة. شوف العزلة كلش قوية. نعم. على كل نروح إلى السؤال الثالث من اللغة من الحركات في اللغة العربية. قال الفتحة 25 نقطة. أنت قلت الكسرة. الكسرة. نعم. فتحة والكسرة. والكسرة صح. 16 نقطة. الفتحة دائما الفتحة والضم. نعم. الفاعل دائما. والسؤال الرابع كان مادة تستخدم لقلي الطعام. قال الزيت. أبوك 30 نقطة. أنت قلت دهن. الزيت. قلت لك غير. قلت الدهن. دهن. والدهن إجا 20 نقطة. يعني الزيت الآن هو الأكثر استخدام والأكثر صحة. السؤال الأخير 172 نقطة. إن شاء الله تجيك النقاط ونطفر إلى السؤال الخامس من بحيرات العراق الحبانية 24 نقطة. أنت قلت الحبانية. قلت لك غير. قلت الثرثار. والثرثار. وإجتي شقد يا الله. يعني أنا أعتقد الاحتمالات القوية الساوة مثلا بحيرة الساوة لأنه قديمة ومعروفة جدا. والرزازة أيضا. الثرثار لربما يعني هاي الاحتمالات اللي عندنا. وأكو بعض البحيرات أخرى. خل نشوف بكي كمبيوتر. يلا عاد يا كمبيوتر. يلا هسه. يا الله يا الله. يجي 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 يجي. يلا يلا عاد انا. يلا افتح. يلا قلبي وقع. الله. لا لا لا.